مساء الخير من الام تي في، برحب فيكم بحلقه جديده من سكور. اليوم رح نحكي عن كره القدم بشكل مفصل، عن الام بي اي، عن الفورمولا 1 وعن التنس. بدايه ترحيب بضيوفي رائد جرجس. مساء الخير رائد، الزميل والصديق والمحلل الرياضي وايضا المدير العام السابق لنادي ميونخ 1860. اليوم بدنا نحكي نحن وياك عن كره القدم، عن الرياضه ككل وعن الماركتينج بعالم الرياضه كونك خبير من سنوات طويله في هذا الاطار. رامي كفوري مساء الخير. ايضا نحن وياك بدنا نحكي عن كره القدم وبدنا نحكي ايضا عن الام بي اي. بلشنا العد العكسي لمرحله البلاي اوف. بونسوار جورج، اشتقنا لك. اي والله اليوم بدنا نحلل. اكيد محلل مزبوط، بدنا نغوص نحن وياك وخاصه بعالم الفورمولا 1، بما انه الاسبوع هذا رح نكون مع انطلاقه الموسم، وايضا نحكي عن تشامبيونز ليج، عن البطولات الاوروبيه، عن طرد المدربين يلي عم بصير، وخاصه اليوم ارسن فينجر قدم استقالته من الدوري الانجليزي. بدايه ترحيب فيك رائد، يعني اشتقنا لك بلبنان من وقت ال بي سي، فبتضل يا بين دبي وكندا والمانيا مؤخرا. خبرنا عن التجربه الاخيره لك مع نادي الألماني ميونخ 1860. تجربة غنية أكيد، وأنا محظوظ أنه وصلت لهالمستوى هيدا، أنه تكون مدير عام نادي بألمانيا عمره 160 سنة ونادي محترف وبتنافس بالبطولة الدرجة الثانية الألمانية. هو كان درجة أولى وسقط على الدرجة الثانية من 10 سنوات تقريبا، وكانت تجربة كتير غنية لألي، وإلي الفخر أني كلبناني كون مدير عام بمرحلة انتقالية كان فيها change management بسموها، يعني تغيير إداري من قبل المستثمرين وإدارة النادي، وحضرنا الطريق لإدارة جديدة. وهلأ مضي منا سر، بقى مضي المدير CEO السابق لليفربول لعشر سنوات، مضي مع النادي وهو رح يستلم النادي بعد أسبوع عمليا. عم نشوف في ترانسفير ألماني إنجليزي لأول مرة صراحة. إيه ما بعتقد على ليفربول، مدير CEO ليفربول بيجي على ألمانيا. إيه هو لأول مرة بتصير بتاريخ الكرة الألمانية إنه CEO إنجليزي بيجي على الكرة الألمانية، لأن الكرة الإنجليزية والألمانية مش متشابهين، في اختلاف بكتير أشياء خاصة بالأمور التنظيمية. ولكن خبرة إيان واللي عمله بليفربول والنجاح اللي حققه بآخر عشر سنوات بليفربول خلى المستثمر إنه يحكي معه ويتفاوض معه لينهض بنادي 860 يلي عنده بروجيات كتير كبيرة، من ملعب خاص له برات الأليانز أرينا، لشراء لاعبين جدد، لضخ أموال زيادة تا ينافس ويطلع يرجع للدرجة الأولى محل ما موقعه الطبيعي، مش بالدرجة الثانية، بالدرجة الأولى بالطبع. وخاصة أنه عم بيجي من مقاطعة غنية جدا، مقاطعة بافاريا. صح، أغنى جي دي بي بألمانيا. بألمانيا كلها سوا. رامي مساء الخير. نحن أيضا بدنا نحكي عن كرة القدم. بعد شوي رح نحكي عن قصة تبديل المدربين، ولكن يلي كان عم بصير بالويك أند الماضي برأيك كان طبيعي ومنطقي؟ البطولات الأوروبية من فرنسا موناكو باريس سان جيرمان، الحديث أنه الدوري الفرنسي ما عاد بيسوى شيء بمواجهة البطولات الأخرى، خاصة من بعد ما زلت بي جي بمواجهة برشلونة الأربع الماضي. لا انتبه، أنا ما بوافق الرأي على اللي عم يحكوا هيك، لأنه لأول مرة يعني ما فيك تتذكر السيس آن بالريتور وتنسى الكات زيرو بالألي. يعني أنا حضرت الماتشين سوا أنا وجورج، مثل ما صار في مزلة بالريتور زيت الشيء صار ببرشلونة 4-0 بالألي، اللي هي نحن منا شايفينها غير من الفينال تبع ال 94 مع اسي ميلان اذا بتتذكر مع برشلونه. بس حضرتك عن رامي، كان عم نحضر ماتش الرتور، بس حط الجول كافاني قال له بدي اعصبك الحساب، كنا عم نحضره بمحل خلص قال لك انه انتهت. يعني قال له يا رامي الفوتبول ما حيخلص، انه شفنا نهائيات قبل وامور غريبه عجيبه بالفوتبول. بقى على تليفونه رامي الخمسه وواحد، حط تليفونه على جنب ورجع ركز على مين رجع دفع الحساب جورج. هو فرحته رجع دفع لأول مرة من 2004 بس عملوا موناكو الفينال تبع تشامبيونز ليج. بتلاقي أنه موناكو بعدهم موجودين، اليوم طلع روما كمان، دونك لا أنه إذا فريق الهلأ اللي متصدر دوري الفرنسي طلع مان سيتي، ليون اللي هو الخامس بعيد 14 نقطة عن الرابع بفرنسا، كمان مطلع روما، دونك لا هاي معادلة منيحة لبرشلونة، يعني رح يربع بمواجهة اليوفي. عم بقول لك اذا هيك عم تحكي بهالمعادلة اصعب من الماتش يعني ما بتوافق انه دوري الفرنسي ما بيسوى؟ لا بالعكس، دوري الفرنسي عادي عم بيتطور. هلا بيناتنا لو بيفوتوا الإماراتية مع جماعة مرساي مثل ما كان صار لهم فترة عم ينحكى، فبيصير صراع قطر اماراتي مثل ما عم بيصير بالدوري الانجليزي، بتحمل امور اكثر. انا هيك بحس يمكن لو بدها تبيع. ايه كانت الاوليغارشيه موجودين شوي بموناكو،
مفروض بس لك الامور يعني. الى حسناتها والى سيئاتها رامي، انه بي اس جي يعني وموناكو ما بيعكسوا مستوى الدوري الفرنسي عامه. الدوري الانجليزي جدا السنه رائد، اليوم ممتاز السنه اليوم. ايه بس انه في فريقين ثلاثه والباقي ما يعني عزيز. فريقين عمليا موناكو وبي اس جي بحكم القوه الماليه اللي معهم ما بيعكسوا المستوى العام للدوري الفرنسي، بينما الدوري الانجليزي الافرج معدل الدخل لكل الانديه عالي، مشان هيك في تنافس بين الفرق. والنقل كثير عالي للبريمير ليج، هي الاعلى بالعالم. ماركتينج عم يشتغلوا منيح من سنه 90 وقت رجعوا من بعد مجزرة هيسل بليفربول. صح، هو الماركتينج العالمي اللي عم بيساعدهم، يعني الإنجليز عالمياً بيبيعوا وفوتة الأمريكان معهم كمان. كل العالم المستثمرين عم بيفوتوا عندهم إكسبوجر كبير على الكرة الأرضية كلها. حقوق النقل الإنجليزي بمختلف أنحاء العالم أغلب كتير من حيالة دوري آخر. من حيالة دولي آخر. وبس بس على سبيل المثال يعني اخر نادي بالدوري الانجليزي بالدرجه الاولى بيقبض حق تي في اكثر من بطل المانيا من بايرن ميونخ او يلي بده يربح تشامبيونز ليج، وهذه مشكله كثير كبيره كمان. جورج خلينا نحكي نحن وياك، وهون قصه ماركتينج هلا بدنا نحكي عنها اكثر، قصه صفحه جديده بنفتحها بعالم الفورمولا 1 مع الامريكان فاتوا لادارتها من بعد انتهاء مرحله اكلسون. السياره شوي صرنا نحسها ولا رح نشوف صور قريبه من الانديكار، عرض اطول وفيها جمال خاصه امريكان سايز. ورجعنا على السرعه وعلى الصوت الحلو اللي كنا نشوفه على ايام مايكل شوماخر وايام عظمه فورمولا 1 كنا نسميها. بعد ما صغروا المحرك وطلعوا على التوربو اكثر، هلا لا رجعوا كبروا قصه السي ان اندري. خلينا نشوف، ورجعنا نشوف على كل حال بعض الصور للسيارات، ابرز السيارات اللي راح تكون منافسه على لقب بطوله العالم بعام 2017. أكيد حامل اللقب فريق مرسيدس هالمرة مع سائق جديد فالتيري بوتاس اللي حال بطل العالم نيكو روزبرغ اللي فجأة ربح بطولة واعتزل من بعدها. بينما الفريق اللي راح بتصور يكون منافس كتير كبير هالموسم هو فريق فراري بتجارب برشلونة، كلها كان الأسرع على الحلبة إن كان مع رايكونون ولا مع سيباستيان فيتل. كمان هناك فرق جديدة حابة تعطي، ومثل مثلا شفنا فريق ماكلارين راح يكون جاهز هذه السيزن مع فريق ريد بول. يعني متوقع نجيب السنه تكون منافسه كثير كبيره على لقب بطوله العالم، وما تكون سيطره صراحه لا. وما تكون سيطره كبيره. هذه سياره المكلارن عم نشوفها باللون الاورنج ام سي ال 32، الوانها رائعه وشكلها كثير حلو لهالسياره المتوقعه كمان لكثير منها سيارة الكل بعام 2017 الا انها برتقاليه. على كل حال الونسو على كل حال بعده موجود، هيدي شغله مهمه كثير. ومثل ما كان عم نسمع بالفتره الاخيره السائقين صار بدهم يعملوا فيزيك اكثر هلا، لانه السياره الداون فور 7 اقوى، وبالتالي طلعت الكويع صار بدها كونديسيون فيزيك اقوى. بالعكس من زمان الفورمولا 1 فيري ديماندينج فيزيكلي. العالم بتفكر ايه، العالم بتفكر انه هيدي، في ناس كانوا يقولوا لي هيدي مش رياضه، ما بيعرف انه الدرايفر بيروح 3 كيلو او 3 لتر اذا بدك بظرف سباق واحد، وبدأ الجي فورس وقت ينقل من اليمين للشمال او يضرب فريم بيكون ماشي 300 كيلومتر بالساعه وبينزلهم ب 30 متر 20 متر ل 60 كيلومتر بالساعه. هيدي بده ضغط، بيتحمل الجسد ضغط كتير كبير، بدها تكون بلياقه بدنيه كتير عاليه تتقدر يعني تنهي السباق. ملاحظ السائقين لما يطلعوا من السباق نجيب بضلهم على فتره يمكن 10 دقائق عم يشربوا ورا بعض انانه واي وجوسز والتعب التعب بياثر على التركيز. يعني اذا ما كنت فيزيكلي بالكونديشن تبعك كتير عاليه تركيزك بده يقل وبيصير اكثر بروبابيليتي تعمل حوادث مثل ما صار مع سائق الويليامز الجديد وسائق اللي عمل اكثر من حادث بالتجربه الاخيره، ما انه جاهز بعد لانه الكونديسيون الجديده عم نشوفها بالفورمولا 1 غريبه عن كل الفورمولايات الباقيه، اليوم صارت متطلبه جسديا اكثر. وبدي اقول شغله عن الماركت الامريكي لان شغله كثير مهمه. سلموه الامريكي نعم. الماركت الامريكي هو اهم ماركت بالعالم، شأنه ام ابينا بكل شيء حتى بالرياضه. يعني اذا انتم بتعرفوا انه الـ NFL مثلا الامريكان فوتبول هو اكثر اغلى دعايه بالعالم لان الماركت الامريكاني عندهم فيورشيب عالي. نفس الشيء الـ NBA. الفورمولا 1 حاولت قبل تفوت على امريكا وما نجحت بثلاث مرات مختلفين، حاولوا بطريقه جديه وما زبطت معهم. كان في سباقات لانه في كمان عقليه الامريكيه ما بتطلع بشيء اسمه اوروبا يعني بالنهايه، يعني عندهم الاندي وعندهم الناسكار ما بهمهم الفورمولا 1 وحتى القوانين الام بي اي كمان ما تنسى المسيطره على الباسكت بول. لا هذا غير موضوع، عم نحكي بالرياضه الميكانيكيه. حتى القوانين اللي كانت وقتها انحكى بتعديل قوانين معينه بالفورمولا 1 تتلبق للماركت الامريكي. واكبر فضيحه صارت وقت العالم دي ووكت اوت، تركوا الستاديوم وقتها انطلق ثمان سيارات بس بسبب الدوليب.
هيدي كانت كارثه على بيرني وعلى المنظمين للفورمولا 1، لان كانوا بعدهم عم بيحاولوا يفوتوا على حتى اذا بدك من الموتو جي بي، السبق الوحيد يلي ما في جي بي 2 جي بي 3 هو السبق الامريكي، ما بهمهم الا كل شيء عريض وضخم، من هيك اليوم صارت السياره ذيس از امريكا. حتى الاكل عندهم بلاياتهم غير شيء يعني. ستيكات والبرجرز غير احجام عن من الحجم الطبيعي. بيروح روح يعيش بامريكا. والادفرتايزنج رايتس كمان كثير عالي، اذا انت ما رضيت المشاهدين عرفت كيف الفانز، الادفرتايزرز بيلحقوا الفانز. صح اكيد ما بيجوا الادفرتايزرز. سو شو بتكون عم تعمل؟ بتكون عم تبرم بحلقه مفرغه. اجمل دعايات بنحضرها هي دعايات سوبر بول، بيعملوها خصوصي الشركات بكل قطاعات لمباراه سوبر بول. طيب اوكي سوبر بول مباراه بحضرها 5 مليون دولار 30 سنه شخص، مباراه وحده هذه يمكن هذا اكثر مباراه بامريكا بتنحضر من بلد واحد 200 مليون. فاذا بدنا نحكي الفورمولا 1 رح نشوفها انطلاقا من هذا الاسبوع 20 مرحله بملبورن باستراليا. سيارات حلوه كثير، هلا بدنا نشوف المنافسه كيف رح بتصير. بس الحلو انه روزبرغ هذا عجبني راسه، مثله مثل بيو اول شيء اللي سنه 1983 واللي ربح البطوله بسنه 1997 كمان كان بيو بطل العالم. انا ما فهمت صراحه اعتزل فيلناف جاك بار هوندا ايه بس انه بعدين ما عاد فرقانه كانه اعتزل ما عاد بده يعمل وبعدين راح على امريكا رجع صح. هلا بدنا نشوفه اذا بده يقطع روزبرغ على الدي تي ام تورينج او على سباقات ثانيه مثل ما عمل رالف شوماخر مثل ما عمل مونتويا مثل ما عمله كثير ابطال غيره. بس اذا ما راح على سباقات ثانيه صراحه قراره عجيب غريب يعني، بعده صغير نسبة وبعد بس يمكن بده يعمل مثل بيو. بيو ربح مرة انه حلمه يربح لقب بطولة العالم عملها ممكن وخلصت. يمكن ولا أكيد رح يكون بالفيليار تبع مرسيدس يمكن يعني ما بيتحمل ضغط نفسي بده يكون موجود لأن علق مع هاملتون عدة مرات، صار في مواجهات مباشرة وحتى فيزيكال أوقات بينه وبين هاملتون وكانت واضحة للتيم للفريق تبعه وللجمهور. آخر شيء كان لحقه يعني هاملتون كان عم يربح ويطلع تاني روزبرغ تاني عم بيحافظ على مركزه. عم بحكي السنة الماضية أنا لأن تواجه معه عدة مرات صح. أيده طب هلا خلينا نحكي كلمة عن الدوري الألماني وعن أصدقائك السابقين وبعضهم يمكن اللاحقين والمستقبليين. فريق لايبزيغ المدعوم من ريد بول اليوم، كيف انهار فجاه هذا الفريق؟ ثلاث خسارات متتاليه. اول شيء خلينا اعطيك باك جراوند صغير عن ريد بول لايبزيغ. العالم شافت ريد بول لايبزيغ هيدا السنه. ريد بول لايبزيغ بلش من 4 سنين الشغل بالدرجه الخامسه صح. هو طلعوا فيه سنه اشترى ديتريخ ماتيزيتش مالك ريد بول، اشترى النادي وضخ فيه فلوس وغير القوانين الداخليه للنادي، لان المستثمر بالمانيا غير المستثمر بانجلترا. يمكن الجمهور ما بيعرف الفرق، المستثمر بانجلترا له حق يعمل شو ما كان، هو الحاكم بامره بالنادي وقتها يستثمر مثل ابراموفيتش او غيره من المالكين بانجلترا. بس بالمانيا المستثمر لو بيملك معظم الاسهم لحتى 90% إلهم الممبرز المنتخبين الأعضاء المنتخبين من النادي إلهم حق الفيتو، يعني فيهم يعرقلوا له قراراته. اللي عمله ديتريخ ماتيزيتش إنه غير القوانين بالنادي وعمل الأبونمون بالنادي الاشتراك السنوي غالي كتير بحيث ما بيفوت جمهور كبير على النادي ما بيقدر يعرقل له قراراته. يعني صار البورد بس مش حاله وصل على الدرجة الأولى. كيف مش حاله؟ ما عمل هيك إلا ما غير القوانين، لأن ما كان بيأمن هو يفوت يحط مصاري إلا ما يكون ظهره محمي. وصار يعمل إنجكشن. الاستراتيجية الأساسية اللي اعتمدها ريد بول بهالفريق هو شراء لاعبين مميزين يقارب أعمارهم 23 سنة. ما كانوا عم يشتروا لاعبين أكثر من 23 سنة. تيمو فيرنر اليوم نجم كبير استدعي له للمنتخب. عدة نجوم اشتروهم ودفع مصاري السنة الماضية دافع 40 مليون يورو. تضل يستثمرون وصولا للدرجة الأولى. بالدرجة الأولى غير لعبة totally different beast مثل ما بيقولوا. الدرجة الأولى في على الورق ممكن يكون عندك فريق كتير منيح، بس بدك خبرة، بدك بنش يكون كتير قوي، بدك عامل نفسي. جمهور. بدك الجمهور. الجمهور اكثر نادي مكروه بالمانيا هو ريد بول لايبزيغ. نادي تجاري بيعتبروه نادي تجاري. كل العالم ضده يعني. في ناديين مكروهين كثير بالمانيا هن بايرن لانه بيعتبروه بياخذ كل النجوم من غير انديه وبدمر الانديه. بعدين فينا وفي عقليه نفسيه يعني هون الكويت لهوديك بروتستان النادي لا عن جد يعني بافاريا ما هن اذا بدك البايرن روح لعندهم بتعتبرهم هن بيعتبروا حالهم المان يعني ما فينا يعني يا محل الكتالونيه يعني هذه زيت خبريه يعني. عندهم تعصب بس ليك انه فيك تكون بالمانيا مثلا بتشجع بروسيا مونشنغلادباخ وشالكي مثلا اور دورتموند وفريق ثاني بروتستانت بعض بس مش قصه بروتستانت، قصدي فرق ما بتدمر فرق تانية. بايرن يعتبر يدمر الفرق التانية مثل ما بتعرف بياخذوا نجوم دورتموند بيحطوهم على البنش
عرفت كيف؟ ما صار بجودزي مثلا. ايه تنرجع لريد بول لايبزيك، ريد بول لايبزيك بعتقد اللي صار فيه هلا ما عنده النفس وما عنده الخبره ينافس على بطوله، بدك يكون عندك نفس طويل، اللعيبه بده يكون عندهم خبره، البنش تبعك بده يكون اب تو ذا ليفل انه بس يفوت يقدر يقلب مباراه. مش تعمل كل مجهودك 80% بالقلة وبالرتور تنفس. هذا اللي صار معهم، هذا اللي صار معهم عمليا. بس صعب كمان تجذب نجوم على فريق جديد، فريق تجاري مثل ما عم تقول، يعني نجوم بتفضل ما تروح هيك نادي، مش هيك مثلا ما بقى فريق تجاري، ما بقى فريق تجاري، ما بقى فريق تجاري. هلا ريد بول لايبزيغ فريق للمستقبل وراح ينافس، انا برايي راح ينافس اذا كمل ريد بول دعمه، راح يضل ينافس. ومش غريب اللي صار، دورتموند نفس الشيء صار السنه، كنا مفكرين دورتموند رح ينافس، كمان نفس صح. عم يعمل اتليست احسن من دورتموند. شو رايك؟ ولا انا بشوف 10 نقط فرق بس عن بايرن، 13 صاروا بهالمرحله مع اخر خساره. ايه انه منا كثير بعيده، لانه لا بس هو نهار باخر اربع مراحل. ايه بس من وقت ما ربح دورتموند اخر مره بال 2012 لهلا باين عم بيكون كثير مرتاح بالدوري، يعني اودو تو كومبيت وذ بايرن بدها تاخذك كثير شغل. فانا بشوف الالي تبعهم كان شوي فلتت شوت، كان شوي بدل على ليفل اعلى من ما هن، وهلا على شوي ليفل اوطى، يعني هلا صار في تنفيسه. بس الفريق انغرو اذا بدك تشوف اوفر اول بيرفورمانس تبعهم على السيزون بلاقيها سكسس ستوري لحد هلا. بعدين انجيلوتي كان بعد التنين. ما كان بعد ما ركز انجيلوتي كان بعده عم يلعب بسيستم جديد 4 3 3 بباير، ما كان جوارديولا ولا مره لعب باربع سيزون 4 3 3 وكانوا عم يضيعوا نقط كثير. كان عم يضيعوا نقط، عم بيرتب حاله انجيلوتي. هلا دوزن الفريق، هلا دوزن الفريق. شو بده يصير بالريال؟ هن الفابوري. انا بعتقد ذكي كثير انجيلوتي، واللي عمله بريال مدريد وقتها كان كمان اندر دوغ بالنسبه لمباريات كثيره لعبها ضد برشلونه وضد بايرن حتى بعزهم، كان ذكي كثير. هلا البعض بيقول انه اللي رح يرجح الكفه بالمواجهه بين ريال والبايرن هو انجيلوتي. صحيح انجيلوتي ليك وعمل فردي واحد، يعني معلش العالم هلا زملائنا واصحابنا بيذكرونا يذكرونا بنتائج سابقه وهيك، ما لها طعم. انا ما بحب التاريخ، بس مثلا انه وقتها تلعب انت بفريق تسيطر 85% او 75% كنا عم نقول تحت الهواء من شوي، انا ضد فكره الستاتستكس بالفوتبول، ما لها علاقه. فيك التاريخ ما بياثر ولا فيك تسيطر 89 دقيقه وتخسر باخر دقيقه مثل ما عملوا، وفيك تشوط 50 شوطه مثل ما عملوا برشلونه باخر مباراه باخر 5 دقائق 3 جوال. يعني البايرن سجل هدفين بس كمان العقبه على التاريخ، انه اللي بيشوف بارسا بي جي 4-0 بيرجع التاريخ بيقول اكيد بي جي رح يربح بالرتور كمان، وشفنا البارسا شو عمل. انا كنت اكيد ما هي مش هيك، انه ما حلو دائما نرجع انه سابقا المواجهات المباشره بالتاريخ ما صار، ما ضروري هي دائما تكون. هلا خلينا ننتقل لموضوع اخر، موضوع تنس رح نحكي عنه اكثر واكثر بالقسم الثاني. دوره انديان ويلز بتصير بصحراء نيفادا، دوره كانت عاديه، اليوم رجعوا عملوا ملعب بعتقد صار اكبر من ماديسون سكوير، اكبر من فلاشينج ميدوز، ملعب مميز جدا. وشفنا مباراه نهائيه ما حدا كان متوقعها بين بطل استراليا وبطل الولايات المتحده الامريكيه. وبالطبع هون جورج في تاثير للاداره الامريكيه بالاي تي بي، يعني عم بتخلي هالبطولات تكون مهمه. صحيح، رغم انه صار في منافسه لها دورات الاي تي بي من دورات دبي ودورات الدوحه بقطر، هلا بدنا نحكي عنهم، بس بعدها دورات الماستر سيريز التسعه الكبرى كثير مهمه. اول دوره من دورات الماستر سيريز روجر فيدرير مثل ما عمل باولى بطولات الجراند سلام باستراليا كمان عم يربح بعمر عالي 35 سنه و7 اشهر، اكبر لاعب بتاريخ هالبطوله بيفوز بهاللقب، تجاوز لاعبين سابقين كانوا قدروا يفوزوا بهالبطوله بثمانينات القرن الماضي. فعلا روجر فيدرير جوهره عم تضوي اكثر واكثر رغم تقدم. صح، هلا هون في جدليه بالموضوع رح نحكي عنها بالقسم الثاني. هل فيدرير عم يستفيد من جشع اذا فينا نقول بعض اللعيبه اللي بدهم يفوتوا باكبر عدد ممكن من الدورات ويربحوا مصاري وتعرضوا لاصابات مثل ديوكوفيتش اللي ما راح بيشارك بدوره ميامي، ام فعلا هو رجع على المستوى العالي جدا صاحب الستايل الحلو مثل ما عم بنقي دوراته على الكتالوج بعكس اللي مثلا عمله بدبي. هلا بالقسم الثاني رح نحكي اكثر حول هذا الموضوع، وايضا رح نحكي بالمواضيع الاخرى. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور مع رائد جرجس، رامي كفوري وجورج سويدي، تنحلل اكثر مواضيع كره القدم وكره المضرب قبل ما نوصل لموضوع الان بي اي. كنا عم نحكي عن عالم التنس، وحكينا قبل ما نتوقف مع بالبريك عن ديوكوفيتش يلي تعرض لاصابه كمان رح تمنعه من المشاركه بالميامي اوبن. فيدرير مثل ما انت عم بتقول رائد، مثل ما قال رامي عم بينقي الدورات، شفناه مثلا بدور دبي شارك فيها ولكن
كان كثير عادي وخسر من الادوار الاولى ورجع حضر حاله اكثر لدوره انجلترا. يعني دوري دبي غير انه بيربح مصاري اذا شارك، صح. بيربح مصاري مجرد ما يقول انه انا مشارك، صح. غير انه اذا ربح وبالتالي ريح حاله اكثر لدورات. عمل اللي بده يعمله شباب، يعني فيدرر عمل اللي بده يعمله. زياده الخير خير بس يا رائد. يعني فيدرر صار بس هلأ الشباب من افضل اللاعبين اذا مش الافضل بتاريخ اللعبه. بس بالوقت اللي كان دوري دبي كان في دورة أكابولكو بالمكسيك، شفنا ديوكوفيتش وغيره كانوا عم يشاركوا فيها. نادال كان فيها. هل عنده اللكجري؟ يعني أنا قصدي عنده اللكجري حتى نادال، صح. عنده اللكجري ينقي جويكوفيتش، هودي خلص كتبوا اسمهم بتاريخ اللعبة. بس هون في شغلة مهمة للسؤال لكم ثلاثتكم، العودة. كنا عم نحكي بالبريك عن العودة، شفنا مثلا بورغ وقت رجع بعد ما اعتزل إلا سنة ما نجحت معه. كل الأسامي بكل الرياضات شو ماخر كمان مش الحال، أجاسي نوعا ما زبطت معه بس الأيدك غير شيء لأنه بروك شيلد هلكته. بس رجع اول عالميا، رجع عم بس فيدرير عودته لهالنتائج الجيده، هل هي عوده له ام استفاده من اصابه النمبر 1 نمبر 2 اليوم او ما بقى في اليوم شيء اسمه نمبر 2؟ يعني اندي مري انا باعتقادي، يعني بتابع التنس من سنين طويل، من اكثر من 20 سنه. التنس مثل الفورمولا 1، اول 20 لعيب بالتنس هن كثير قراب من بعضهم، يعني حيالله واحد في يربح الثاني. الفرق بس وقت يكون عندك ليجوند، حدا كبير مثل فيدرر، مثل ايام كنا عم نحكي قبل شوي عن ستيفان ادبرغ او بوريس باكر او سامبرس، عندك هودي اكسبشنز منهم القاعده، بقيت ما بقى كثير قراب من بعضهم. level. بيفرق معك اذا قبل بنهار كنت سهران او تعبان او لا، اذا اكل منيح او لا، اذا موفق بهالماتش او لا، وبيفرق معك الارضيه. بتعرفوا في ناس بيربحوا على ارضيات معينه سبيشاليست، في ناس ما بيربحوا. لندل مثلا كان بعد حلمه ياخذ ويمبلدون ما اخذها، وكان من اعظم لاعبين التنس بتاريخ اللعبه. سو فيدرر الكونديشن فيزيك تبعه كانت كتير منيحة وكان بليفل كتير عادي، وأنا عالي، وأنا باعتقادي أنه فيدرر إذا بيلعب بـ 80% من مستواه المنيح مش أكتر، 80% في نافس على أي لقب. حتى لو كان ديوكوفيتش احسن ايامه، حتى لو كان ديوكوفيتش احسن ايامه، لا هلا صار موضوع ثاني. عم نحكي نحن بغياب ديوكوفيتش بالبيك، لا بالبيك تبع اثنين، بالبيك تبع اثنين تبع نادال تبع جوكوفيتش. انا مش شايف هذا فليكسيبل مثل نوفاك جوكوفيتش، بيسكر ايده على الباك هاند، تبرم ايده وتصير ورا رقبته. مش معقول شو خسره صغير وكيف تبرم. حلو شفت جوكوفيتش عم يلعب بدبي، انا شفت نادال وشفت فيدرر، عم نحكي عن مستوى كتير عالي وعن تكنيك. لحقته على الملعب رائد، قدرت تشوفه مظبوط؟ ايه بالملعب. ليك بعدين تنقلاته بتحسه عم يعمل افور اقل من غيره، يعني لانه الفلويديتي بالستيل تبعه، يعني الزلمه عم يتنقل مثلا. ما بقى سوري مش عم نعرف نقولها بالعربي، بتشوف سهوله اللعب. ايه بتشوفه عم يتنقل، عم يعمل مجهود اقل وعم بيسيطر على الملعب وعم يغطي الزوايا مظبوط، عم بيركض وعم بيكسر حاله على ملعب نادال كذا، بينما في هيدي الخبره بيطلع من رولان جاروس نظيف. لا فيزيكال اكثر، هيدي الخبره انه انت لا خبره والستيل كمان وستيل تكنيك اكيد. رامي انا عندي راي شوي اكيد مثل عم بيقولوا البشر، بس جو في كومبليمونتي ان بو مثل ما بيقولوا. انا بشوف اتسمار على هذا الليفل، اتسمار اوف منتال توفنس، يعني قد ايه انت فيك مش بس توصل للتوب، تحافظ عليه اذا جسمك قادر يخدمك. يعني كوبي براين بس انضرب معه توندون داشيل ما قدر يرجع مثل قبل. هلا فيدرر على 35 بعد عنده سنه سنتين وعم بيلعب ريجاردليس اذا جوكوفيتش موجود ايه او لا، لانه جوكوفيتش كمان من وراء كثرة الإصابات هلأ طبعا بتلاقي هبط المستوى. بس لعب فينال مع نادال كانت تقريبا أهين عليه من ماتشو مع فافرينكا بالأستراليان أوبن. ليه؟ لأن عنده الحيز الذهني اللي هو ربحوا بمباراة صعبة كتير بأستراليا بدون فينال، مباراة ماراثونية 5 سات وكانت طويلة يعني جدا، هون ربحوا بسهولة. هلا أنا بيناتنا قبل ما ننتقل للمواضيع الأخرى لأنه بلش الوقت يدهمنا، أنا حكي ركب إذا فينا نقول بهذا الموضوع هو برولان جاروس وبالدورات التحضيرية لرولان جاروس، لأنه هيدي بتتطلب قدرة جسدية كبيرة. نشوف مين رح يربح فيها. أنا ما بعرف، أنا بحس إنه اسم جديد رح يربح. أنا ما بعتقد فيدرر، إذا بعدنا عم نحكي عن فيدرر كنا بيقدر يربح. لا مش قصة هيك، ما بعتقد بعد بهمه الأمر. فيدرر عم يلعب هلا زياده الخير خير بس بدون ضغط، هذا بدون ضغط. بس اخذها بال 2009 فيدرر كان الهدف كان انه ياخذها مره. ايه والمونتاليتي اللي عم تحكي عنها انت بتاثر كثير طبعا بكل المباريات، وخاصه وقت يكون بعدك بدك تعمل اتشيفمنتس، وقت تكون باول او بنص الكارير تبعك مش باخر كارير تبعك. هلا هي مثلا بميامي بعتقد فيدرر رح بيكون المرشح الاول،
نادال في ضغط كثير كبير عليه، ونادال هلا بده يرجع يظبط السيل تبعه تلعب احسن بيه على التربتيو. خلينا نتابع معك مع السيدات. سيدات مخلوطه شوي الخبريه، مثل ما شفنا نهائي سويسري 100%، عند السيدات كان نهائي روسي. شوف سوا صور عن المباراه النهائيه لبطوله انديان ويلز، اكيد بالدبليو تي اي سيدات. النهائي الروسي حسمته إلينا فيسنينا بفوزها على مواطنتها زيتلانا كوزنيتسوفا المخضرمة 6-7 7-5 و6-4. المباراة استغرقت أكثر من 3 ساعات وقدرت فازت فيها فيسنينا المصنفة 14 على كوزنيتسوفا المصنفة 8، وأحرزت لقبها الأول بال 2017 واللقب الأول لها بتاريخ مشاركاتها مع إنديان ويلز، فيما خسرت كوزنيتسوفا النهائي للمرة الثالثة. النهائي الروسي كان الأول من وقت نهائي 2006 اللي شهد فوز ماريا شارابوفا اللي هلا أكيد بعيدة عن الملاعب بسبب الإيقاف، بفوزها كانت على إيلانا ديمينتييفا 6-1 و6-2. وبعتقد صارت قيمة الجوائز قريبة من بعضهم عند الرجال وعند السيدات. 7,900,000 دولار عند الرجال عم توصل قيمة الجوائز بإنديان ويلز، يعني مش معقول. بالكمول تبع بالكمول تبع بالكمول. خلص إنديان ويلز صارت 10 أيام، يعني الأمريكان عم بيعملوا بدهم إياه، عم بيعملوا جراند سلام تبعهم. عندك هلا دورتين، وعندك بالصيفية عندك قبل اليو اس اوبن عندك سينسيناتي اوبن، وعندك الكنديان اوبن تحضيرا لدوره اليو اس اوبن. هون سؤال مهم جدا، كونك خبير ايضا بعالم الماركتينج والتسويق، اليوم لماذا صار في طلب كبير جدا 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 على المباريات النسائيه؟ في عده عوامل اصلا انشغل، يعني شفنا عفوا شفنا الصراع سنه الماضي بدورات التنس، هل بحق للسيدات يربحوا قد الرجال او لا، طالما انه فيو شيب تبعهم عم تكون اعلى حتى من مواجهات الرجال؟ ليك حسب اذا شارابوفا كانت عم تلعب. انا ما حكيت شيء بالمطلق. هيدي بتعود للمعادله، يعني شو بيقولوا المساواه بين الرجل والمراه، ما بدنا نفوت بهذا التفاصيل. هذا غير موضوع، بس انه ليه صار في حدا بده يدفع البل الفاتوره. إذا عندك سبونسرز وعندك مشاهدين كفاية وعندك تغطية وعندك مرشندايزينج وماركتينج كفاية، الفاتورة بتندفع. والبرهان اللي انعمل بالدبليو تي اي من فترة، انعمل شغل حلو على السيدات من 10 سنين لهلا، والنيفو الليفل عم يعلى كل سنة عن سنة، وصار في منافسة بفترة معينة أحلى من الشباب. ما تنسوا في فترة طويلة سيطر عليها نادال وفيدرر، بعدين إجا جوكوفيتش. بالبنات كان عندك فتره 4-5 لاعبات فيهم يربح، حيلا حدا بيربح، حيلا حدا كانت العالم عم تنطر. ايفانوفيتش، اليوغوسلافية، الروس، كلهم. فينوس وسيرينا ويليامز حتى في فتره ما كانت عم تربح، فينوس رجعت عم تربح. كذلك الامر يعني كان في تنوع بالفوز. هلا بالماركتينج انتبه، بالماركتينج تنطلع بلاتفورم اعلى شوي، ليفل اعلى على مستوى العالم كله. السوق مقسوم بين سيدات ورجال تقريبا نص بنص، يعني بلوز او موان. كل هالتسويق اللي بيصير للسيدات كمان، وبتطلع على البرودوي اللي ورا السيدات من يعني كل شيء بيستخدموه السيدات مثل الرجال. انتبه الالكترونكس فاتوا بقوه، مساحيق التجميل، الدعايات عم تدفع مصاري كبيره، مش بس بالتنس، احنا عم نحكي عن كل الرياضات. سو التسويق ما بقى بس باتجاه الرجال، صار باتجاه السيدات، وبهمهم المسوقين انه السيدات يكونوا اكسبورت. والرجال بيحضروا نسوان والنسوان بيحضروا نسوان، صح. بالوقت يلي الرجال ما بيحضروا الا رجال، الا اذا كان في شيء تلياني مثلا. ما بعرف هيك، ما لا عن جد هذه يمكن معادله عندكم بالتسويق بعالم اللي بحب الرياضه التسويق. بحب الرياضه اكيد، بس ما فينا نفوت بهالديباجي هلا، بعدين بتصير تخمينات. الفوتبول النسائي بفوت على مورائيات المشاهد. بس اقول لك شغله، الفوتبول النسائي اخذ حجمه اكثر ببعض البلدان، يعني كنت على تلفزيونات وبرامج ثانيه عم بحكي العالم ما بتنتبه. البلدان الاسكندنافيه وامريكا، الولايات المتحده الامريكيه وكندا، عم بيمارسوا فيها السيدات. هذا موضوع تاني بس فينا نحكي عنه حلقة كاملة. انعمل شغل كتير كبير وعم بيمارسوا فيه حوالي 3 ملايين ل 4 ملايين بنت من النيفو الصغار، عم بينافسوا فيه، عم بيلعبوا فيه فوتبول. العالم ما عم تنتبه لها، بتتفاجئ بس تشوفوا منتخب امريكا وصل لنهائي كاس العالم مع السويد والالمان، ما عم يعرفوا انه كل يوم في 3 ملايين بنت صغيره عم تلعب فوتبول بامريكا. حتى بفرنسا بلشوا يركزوا اكثر على بطوله بس على كل حال. هلا كمان في شغله مهمه جدا قريبا جدا، دكتور عجمي رح بيكون ضيفنا ونحكي في الموضوع، هو الاي جيمز. واليوم صار فيرتشوال جيمز كمان، اليوم الان بي اي، هلا بدنا نفتح ملف الان بي اي. صرت قاعد بالبيت ببيروت، ما بعرف اذا عندنا الفاسيليتيز، ولكن بتحضر الماتش مثل بتنقي السيت اللي بدك اياها بالملعب، وبتحضر 360 جيم مثل كانك تمشي مع الانترنت كونكشن. هون عندي مشاكل كثيره مع الانترنت. لا هولي يمكن بعد مش عارف شو عن الانترنت. لا انا عن جد لا عن جد انا مش محرج جدا يعني بالانترنت كونكشن.
وين صرنا بالعالم بالرياضه وبالتطور التكنولوجي، واليوم وين بعدنا بلبنان؟ يعني اكيد هذا الفيرتشوال جيمز ما رح نحضرهم بحياتنا، بتاثر على كل شيء. انا حكيت عن الانترنت لان اولادي مثلا بتاثر على التعليم، يعني عم بياخذوا يعني اشياء على الانترنت صار. يعني نحن نحن وجورج حطينا من فتره بالاخبار عن منافسات اذا ماني غلطان كانت عم بتصير بالايكار بين ناس بيلعبوها بالفورمولا اي، ناس ابطال مع ناس بيلعبوها عبر الالعاب الالكترونيه اللي كانت قيمه الجوائز فيها فوق المليون دولار كانت بفيغاس. المواجهات عم تصير باحد الاوتيلات هونيكي. اليوم صرنا بتطور مخيف بعالم الرياضه على المستوى العالمي. الحسنه الوحيدة انه بالبطء بالانترنت هون، انه من مجهولين رح نحضر الماتش بالملعب ونعمل مشكله. ما بدنا اولادنا يقعدوا يلعبوا على، خليهم يطلعوا لبرا يلعبوا ويشوفوا المباريات. يعني يمكن بكره تصير بطوله الافوان على الانترنت، يعني يصير تحط له سياره ثابته يسوقها وفيرتشوال قدامه بطل يطلع يسوقها. انه هي يمكن تصير، ما هي اصلا بيتمرنوا سيميليشن بالموضوع ان شاء الله. لا خلي اكيد لا واصلين، مش ان شاء الله يعني وصلنا على الموضوع، مش ايامنا بتصور بس رح يستفيدوا منا بالاتحاد. طالما بدك تحكي انت كلمه عن الرياضه اللبنانيه معنا 30 ثانيه مش رح نحكي اكثر، بيستفيدوا منا الاتحادات اللبنانيه تيروحوا الشباب يخبطوا بعضهم بالملاعب. بيستفيدوا شيء، بس انه انا مؤسف، يعني انا صار لي 20 سنه تركت لبنان، السنه بيصير لي 20 سنه تارك لبنان وبعدني بشوف الاوضاع مثل ما انا لبلا ورا. شيء مؤسف جدا يعني، يعني الكل عم بيحضروا سكور اليوم بيذكروا رائد كان علي اول من علق على بطوله لبنان الباسكت يمكن من بعد الاحداث بعد الحرب اكيد ام تي في او لما اخذت ام تي في ورجع راح كمان رائد كان عم بيعلق وقت على النهائي خاصه حكمه تضامن اللي كان عم يصير نص كهرباء رامي بعد كهربا. رامي بعد معه دي في دي كهرباء الفينال وقتها فيني اخذهم من عندك كوبيز. ايه كان حظي حلو انه علقت على اول بطولات رسميه بعد الحرب، ان كان فولي بول او باسكت بول، واول بطولات عربيه صارت بلبنان. كانت النهضه كنا متاملين خير، كان في ناس صراحه عم يشتغلوا للرياضه بعض الاشخاص، بس للاسف الوضع الراهن والذهنيه الراهنه بلبنان ومثل اللي عم نشوفه بالفوتبول هلا وبعض الاوقات برياضات ثانيه، اكثر شيء فوتبول هو مثال اللي عم بيصير باسكت والباسكت وغيره، انه في شيء عم بيلقطنا تقالات عم ينزلونا نزول ما عم نقدر نطلع. حق علينا أولاد؟ حال عندي لأنه ما معه مصاري، بدها تركه تجيب مصاري من مطرح. فينا نعمل حلقة عنا هيدي يلا قريبا ما عم نعرف نخسر، ما حدا بيتقبل خسارة. بطولات لبنان ما بتنتهي من 2013 لهلا، مش عم تعرف تخلص بطولة بلا مشكل. وهيدي شو بتنتج؟ بتنتج إنه معلنين ما بيجوا، الجمهور بيزهق وبمل، وحتى اللي عم يلعبوا ما بيعود عندهم هال شو بسموه اسبيريشن انه هن نفس ما عندهم خلص، انه ساعه عم تلعب ساعه ما عم تلعب، ساعه بجمهور ساعه بلا جمهور، قوانين بتطبق استنساديا. حدث بده يصير قريبا، غيروا كراسي على حسابهم في منظمين لانه كراسي مكسرين بالملعب من ورا الجمهور مدينه كمين شمور رياضيه، وعارفين اوريدي انه رح يرجعوا يتكسروا بس رح يغيرون على حسابهم لانه في مباراه كبيره رح بتصير ببيروت قريبا. رامي خلينا نختم نحن وياك وايضا رائد، بدنا ناخذ رايه بالموضوع، موضوع الام بي اي اليوم. الحلو بالان بي اي اوبن جيم، بس الحلو فيها انه الشوترز رجع زمن الشوترز يلي من ايام اذا بدك من ايام لاري بيرد وكريم عبد الجبار كسنتر تاريخي، وايضا كان في ماجيك جونسون. من هذيك الايام ما شفنا شوترز لهم هالدور، اليوم عم نرجع نشوفهم تريبل دبل ورا تريبل دبل، صرنا نزهق نحكي عن تريبل دبل، يعني صارت عاديه كثير. هاردن وويستبروك اكثر شيء منيح، صارت اللعبه سوفت أكثر بكثير من قبل، يعني على الهاند تشيك بيصفروا عليك فول. في اللعبة فرقت شوي، عدد الشوترز صار أكثر بالأخص اللي بلشوا فيها سبلاش برادرز، يعني اللي هن ماشيين، يعني عم تحكي أنت بكلي تومسون وستيف كوري، عم تحكي بكليفلاند كافاليرز اللي عنده تقريبا عندهم 20 3 بوينت بالجيم، وهيدا ليه؟ لأنه غياب الإنسايد جيم، غياب السنترز. يعني نحن آخر مرة إجا سنتر شاك بيوازي شاك وحكيم وديفيد روبنسون وبات يوينغ، هو دوايت هاورد وعلى سنتين بس. هلا دوايت هاورد صار كثير بعيد عن مستواه، عمل فينال 2009 وانخفض مستواه بعد ما اجى على الليكرز بال 2011. فخلص اللعبه والتالنت الموجود بامريكا وغياب الجسم يلي هو، يعني مثلا حسن وايت سايد هلا هو 5 بامريكا، بس حسن وايت سايد منه 320 باوندز و 7 ما في بقى السنترز. اللعبه خلتهم يصيروا هيك، بس ما ننسى انه الشوترز حتى مش من زمان كثير كانوا العمله الفارقه بالان بي اي، يعني بنتذكر بالتسعينات ستيف كوري يلي خلى عم بيبين، اليوم صار في بكل فريق ثلاثه ستيف كوري. ستيف كوري يلي بيو كان عميد الجامعه الامريكيه بلبنان،
هو غير بطولة وجاب بطولة لسان فرانسيسكو، وباكسن جاب بطولة لشيكاغو بولز، وقبل منه ريد جيميلر إيه انديانا ما ربحوا ولا بطولة، بس هو كان بكل فريق عندك مينيموم 4-5 يعني. انا اللي عم بقوله انه الشوترز كل عمرهم عندهم مهمة كثير، ما ربح ولا فريق انا بنظري ما قدر ولا فريق نافس على الان بي اي تايتل الا ما كان عنده جود شوتر جيد. ما فيك تلعب كل الوقت انسايد بول، لان عندك فرق بتلعب ديستراكتيف باسكت بول مثل ديترويت بيستنز بالتسعينات ضد جوردن، كانوا يكسروا يقولوا له تفضل هيدي السله قرب، يصفوا قتلي بس ينزل على السله، وخسر مرتين ورا منهم. ما ربحوا الا ما رجع فيزيكلي اقوى شيكاغو بولز، ورجع عندهم شوترز معهم. جابوا واحد بكسر اسمه دانيس رودمان، كسر الدنيا كسر اصلا لو ما جابوه يعني ما ربح يعني، مايكل جوردن لحاله اكل قتله كذا ما بعتقد كذا بس سنه بس يعني. كان ايد كان تطويات حلوين طبعا كان علامه فارقه بطريقته بشكل. خلينا نشوف اخر ريبورتاج، خلينا نشوف الريبورتاج. يلا نخلص الوقت، شفنا على صورنا على يوم مع رامي صور لمباراه اخيره لكليفن كافاليرز، ثاني مباراه لالو بلوس انجلوس بعد ما كان واجه ال اي كليبرز. رامي بجيم الكليبرز تايرون لو ريح النجوم اللي عم نشوفهم، كان جيمس كايري ايرفينج وحتى كيفن لوف، لكن بهالمباراه بمواجهه الليكرز غريب مع انه الليكرز اضعف من الكليبرز لعبهم تايرون لو لانه اضعف من الكليبرز. اذا بتنتبه كمان بالجمعه الماضيه كان عندهم جيم مع سان انطونيو سبيرز، وكمان ريح الثلاثه اوسترز تبعه مزبوط. من ميل بركي عم بيخبي اسلحته للبلاي اوف بالاخص. ليك 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 46 points كايري إيرفينغ عامل، جيمس عامل 34 مع 7 assists 6 rebounds، يعني أرقام مخيفة. كيفن لوف كمان عامل معدل رائع، دانجيلو كمان، راسل لاعب فريق الليكرز كان عنده 40 points بهالمباراة، يعني عم نشوف مستويات خير السنة. مستويات خير مثل كمان اكيد التالنت عالي كثير، اللعبه سوفت اكثر، مفتوحه اكثر، ومشان هيك شفنا مثلا بالاول صار كان انه تكبها لجماعه للشوترز تبعك لياخذوا ثلاث نقط. فريق مثل جولدن ستيت بحط 140 نقطه بفوق ال 15 جيم صار السنه، هيدي الجيم خلصت 125-120 يعني كمان عادل. معدلات يعني ليك بالبلاي اوفز بس لا هذا غير موضوع، غير موضوع، غير غير حديث كليا. بس حتى شفنا بمباراه الاول صار شفنا 300 ايه بس مسخره كده كمان. اول ستار صارت مسخره من هلا قريب يعني، لان ما بقى في لعب، صاروا عم بيتفننوا وعم يمزحوا، ما بقى ما بقى ما حل مباريات. ستيف كاري راح نام على الارض كمان بنص الجيم، سو يعني مسحه كبيره صارت. بس الان بي اليوم عم تاخذ تطور كثير كبير، عم تاخذ شعبيه، عم تاخذ من ارض ال انا مقتنع، وحتى من الهوكي انا مقتنع انه الامريكانز هن كينج اوف ذا شوز، يعني شو ما بيعملوا تنظيميا الامريكان بينجحوا فيه. شوف الان بي اي، شوف الامريكان فوتبول، شوف البيسبول، العالم تنسى انه البيسبول هن من اغنى فرق العالم، نيويورك يانكيز من اكثر فرق قيمتها بالعالم، عندك اليانكيز، الدالاس كاوبويز، وبعد منهم بكثير بيجي ريال مدريد وبرشلونه وهودي. يعني الفوتبول الاوروبي فقره يعني الامريكان بس ينظموا شيء ما بيقبلوا يفشلوا فيه. لان شو السبب؟ في ماركت. لا أهم من هيك، في فرانشايز نجيب، هذا اللي لازم يمكن نطلع له هون بلبنان، في فرانشايز، في مؤسسات خاصة عم نشتغل على موضوع بهذا الإطار بالديرة، مش اتحاد وبعينوه المسؤولين فيه سياسيين. هذا الفرق، أنه عندك فرانشايز وفي موظف على رأس الفرانشايز. كم سنة ضوئية بدنا رأى تنوصل لهون؟ شو نجيب؟ يعني ضوئية كم سنة؟ بلش أول شيء تحسبه، نحن بعد ما بلشنا أصلاً. انسى أنا فرانشيز بس عنا إياها قوية بالمطاعم بس بس شغلة صدينا شال عربي دوعة أوعى تقرب عشار أوعى. بس شغلة أخيرة just for the record، هتعرف قدي بدك تتوصل أمريكا. كونترا تبع مايكل جوردن يلي جدد آخر سنة بالكاريير تبعه من 97 لـ 98 سنة واحدة كان 31 مليون. هذا غير شيء لأنه بس هتعرف قدي بعاد بس المصاري بأمريكا بغير موضوع. كل شيء نسبي. أنا مش مع نقارن حالنا للمصاري، أنا عم قارن حالنا كيف لازم نتطور تنظيميا. وفرانشايز متى يعني مثلا نيويورك بال 3 مليار 4 مليار كل الفرانشايز قصدي انا لا عندي قيمه، القيمه التسويقيه لكل فرانشايز بالمليارات اليوم بالانديه. انا قصدي الفرانشايز انه انا عندي نادي فيني اشتغل فيه كفرانشايز، فيني انقله اذا مش عجبني بلديه بيروت مثلا، مش عم تعمل لي شيء بنقله على غير مدينه مثل هورنتس وغير الفرق. شكرا رائد، نرجع نشوفك هلا صرت ببيروت صرنا بنحكي نحن هيك اكثر واكثر. رامي شكرا. شكرا جورج، وحللنا منيح. لا بقوة وهم نرجع نلتقى إذا الله راد الأسبوع المقبل، ودائما عبر الـ MTV مع حلقة جديدة من برنامج سكار.